أهلا بيكم، أنا يوآنا سامح، أنا من كورس بايثون أونلاين. أنا خلصت أول ليفل وهعمل لكم البروجكت بتاعي دلوقتي. أنا عملت سيرش من على جوجل على بايثون أونلاين، هنلاقي كذا برنامج. هنروح على أونلاين بايثون كومبايلر، أونلاين إديتور، أونلاين جي دي بي. هندوس عليه وهندوس عليه بعد كده دلوقتي هنعمل شيفت سبي، نعمل ليست ثانية بس، هنعمل شيفت سبي ونعمل ليست. وهالموضوع بتاعنا بيتكلم عن birthday، نكتب birthday وهنقوم هنا نعمل enter وهنعمل years. هو بيتكلم عن السنة والشهر واليوم. years equal input double quotation وهنكتب enter the year وهنلاقي ثانية بس، نعمل space ونعمل نقطتين، هي شفت كيف النقطتين، نعمل انتر. طب انا مش عايزة اقعد اكتب السنة والشهر واليوم، اقوم عاملة كده واقوم عاملة لك يمين واعمل كوبي واقوم دايس عادي، نعمل انتر، نيجي هنا نعمل باست. انا غير بس ان السنة تبقى شهر months